Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons millefeuille au citron. Nous avons trois étapes. Nous commençons avec la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, nous donnons, nous allons vous donner le lien. Alors donc nous allons vous montrer comment nous allons faire. Nous allons la pâte sur le plateau. D'abord, le plateau, pour que vous sachiez, je suis avec le main. Je suis avec le tarteau. نسيو نحلو لاباط على حساب لا ديمونسيون تاع البلاطو تاعنا و لو فور راه شاعل لا جي لي بريشوفي و انا 170 و هي كي نشوفوها تحمرت لاباط فيتي باش نحوها اللي عندها الفور اللي يشعل بك من تحتها واش دير كي تشوفها تحمرت لها تحمرت لها من تحتها ومن هنا مازال ما تحمرتش تقلبها لاباط هكذا في البلاطو في الفور تكمل لا كويسون تتحمر بيان شوف ماشي رقيقه بزاف لازم تكون رقيقه باسكو سينو تحرق لكم تمتم فوالا نورمالمون تجي على حسب مو البلاطو هاي تري بيان فوالا ولي عندها تستعملو ولي ما عندهاش تقدر دير بلا فورشيط صح لي عندها هاد لوتي هذا اللي براتيك فوالا نزيد نقلبها ونحطها ديراكتومون سور لو بلاطو كي نقلبها نزيد نثقبها فوالا هذا زيادة نحو هكذا هادو لي شوت استعملوهم ديرو بيهم لي فون دو تارت دوك ندخلو للفور نضربها شويه هنايا ندخلها للفور كيما قلت لكم هنا ما تكونش قويه قلنا 170 دوغري طون دو كويسون انفان نقولكم توجور وحده الفور تاعها هي تعسيها ليسونسيال تتحمر هذا ما كان ما تحرقش تتحمر كي توجد نعاودو نقولو ليكم باش نديرو لي زيتاب تاع ميلفاي و سيترون ان شاء الله هنا حنديرو كريم باتيسيير شوفوا تبعوني كيفاش نديروها عندي لتر حليب باسكو اشاك فوا نهضرها لكم قلت تختا نوريها لكم خير عندي 250 غرام سكر عندي 160 مايزينا نشا 160 مايزينا نخلطو بارد في بارد نحطها سور فو ما نحبش نقعد غير ندور باش المايزينا ما تقعدش لتحت ما تحرقش دوك انا نحطها سور فو اون باراليل نوريها لكم كي تولي تعقد هكذا نهويها شويه نزيد لها لا كويارا سوب تاع لا فاني هكذا نخليها تبرد كومبليتمون هذه كريم باتيسيير اللي نديروها توجور في لي غاتو تاعنا فوالا دوك انا نخليها تبرد نزيدو نكملو لا سويت حنوري لكم كيفاش ديروا اون كريم او بور فاسيل ا رياليزي تاع تمتم تاع فيت في كي تكونوا سي جامي بريسي ما تقدروش ديروا هذيك تاع تزولها باش ديروا لا كريم او بور 117 عندنا 3 انغريديون عندنا البيتران ولا الباتور كيما حبيتو وشنو هي تخدم ميم بالبيتران لازم تخدم بيان الوغ الباتور كيف كيف لا ميم شوز عندنا انا توجور نخدم هاد لا مارغارين فلوريال نحكم 100 غرام
لازم تكون غامولي ولا كنا في ليفير كيما انا دوكا انا واش ندير ندير هذيك لاستوس لي توجور نوريها لكم في لي غاتو تاوعي انا ندوبها ومن بعد نخليها تبرد ا تمبيراتور امبيونت ومن بعد نضربها بالباتور تولي كومين كريم هنا تولي لي بوماد واش نديرو تاني نزيدو لها 225 غرام دو سكر غلاس تاميزي بيان سور وعندنا ان كويارا سوب تاع الحليب ولا روم ديروا واش حبيتو انا اليوم حندير فاني باسكو نسحقوها في لا ريسيت تاعنا الوغ واش نديرو نحكمو الباتور ولا البيترا نحط هذيك لي 100 غرام تاع لو بور تاعي نضربو كوم اون بوماد بيان ومن بعد نرمي لو سكر بوحده بوحده حتى تروح لا بروميير كويير نزيدو لا دوزيام لا تروزيام حتى نكملو لي 225 غرام تاعنا تاع سكر غلاس و ابري اون ديرني كملنا لو سكر تاعنا نحطو لها اون كويير ا سوب تاع الحليب لازم تكون تمبيراتور امبيونط ماشي تجبدو من الفريجيدار وترمو ديراكتومون هنا من بعد تروح لكم لا كريم او بور تاعكم ومن بعد واش نديرو نخلوها تضرب او موان 5 مينوت خلوها ولا في البيترا خليها تضرب 5 مينوت في الباتور تخليها تضرب 5 مينوت فوالا دوكا نديرو مونتاج ميلفاي و سيترون عندنا لي 3 فاي لي طيبناهم هادي تكسرت لي في يدي سي با ميجون مام هادي 3 فاي نوريك شوفوا لازم يكونوا محمرين شوفوا نعطيكم اون استوس باغ اكزومبل ولا وجدتو لي فاي تاعكم طيبتوهم زعما اليوم وغدوا حديروا المونتاج تعاودوا تشعلوا لها الفور تدخلوها للفور 5 مينوت تعاود تريكوبيري هذاك الكروستيون تاعها تماك ديروا خدموا بها واش حبيتوا هادو كي زعما تخدموا لا بات لا فيا مي انا نخدمتها لو جور ميم ونديروها ان شاء الله اليوم ان شاء الله ولا كريم لي نديروها عندنا لا كريم باتيسيير اللي درتها لكم زدت لها 3 كويير ا سوب بيان مامرين تاع لا كريم او سيترون لا كريم او سيترون درناها ديجا معاكم نحط لكم لو ليان تاعها وهذه لا كريم او بار درت لكم تيت فيديو باش تشوفوها هذه تقدروا تلصقوا بها لي صابلي وعندنا لو شوكولا سي ان غلاساج او شوكولا هذايا فوالا الوغ نبداو تو دابور نحطو برومي بيسكوي نحطو هكذايا كيما طيبناه نحطو هادو بعد يلصقو مع لا كريم يلصقو هنا نحطو لا كريم تاعنا معليش تخرج منا منا باسكو لي شوت نحوها عندو تاع لي كوتي فوالا بدلها الجهة فوالا نزيدو نحطو فوالا دوكا نحطو ديرني بيسكويت نقلبوها نهبزوه ابان فوالا جوست باش يلصق برك نديرو لا كريم او بور لا كريم او بور نديرو اون فين كوش باش كي نحطو لو سيترون تاعنا لا كريم او سيترون تاعنا تجي بيان اونيفورم نحطو اون فين كوش برك دوكا هنايا au citron dis là je suis c'est bon le candeur les traits de chocolat يكون عندي ان كور دون قدامي نقطعها هادو تاعي صغيرة كيكونو لي تخي رقاق خير من يكونو خشانة فوالا
شو راح يعود يقولي فوالا احنا نخلوها تريح شوية باش نقدروا نقطعوها ماكسيموم نخليها تريح 10 مينوت 15 مينوت لا ريسيب دوجوردي اللي درناها معكم ميلفاي وسيترون ان شاء الله تبعتوني ايتاب بار ايتاب وديروها وتنجحوا فيها فوالا كوم توجور ولا تحبوا جديد ديروا الجيم يلحقكم جديد على بروشين